بسم الله الرحمن الرحيم. من الحاجات اللي بتسهل علينا الشغل موضوع السيرش. في برنامج الركاب باجي هنا بلاقي السيرش، مثلا عندي كذا جهاز سكان فانا عايز اوصل ليهم، فبكتب له اسم الجهاز سكان، فبقول له مثلا عايز اروح المكان دوت او عايز اروح المكان التاني، فبينقلني ليهم. تمام، تقدر تغير الاسم، تقدر تشوف تخفيهم او تظهرهم زي ما انت عايز. شوف انا خفيت الاتنين فالاتنين اختفوا. تمام، تقدر تظهر اللي انت عايزه وتخفي اللي انت عايزه. تمام، بالشكل دوت تقدر تلغي، فيتلغي المعلومات اللي انت جايبها من الليزر سكان دوت. طبعا هقول له كنسل. ممكن تقول له مثلا عايز اعمل سيرش على الروف، مثلا لو في روف في المشروع هيبدا يجيبه لك. طب فلور، او في فلور اهوت. تمام، اللي هو ظهر هو باللون دوت. تمام، ممكن نغير اللون ده عشان نشوفه احسن. تمام، اقول له عايز فلور اول ما جه اهو اللون الازرق اهوت. ممكن تعمل له غلق، تمام، او تخفيه لو انت عايز تخفيه، او تلغيه لو في اي مشكله وعايز تلغيه. ممكن تعمل سيرش على رقم معين وليكن مثلا 3. تمام، فيجيب لك لو في معلومه، اي معلومه 3 8 مثلا. يقول له طب وريني المكان الدايمنشن دوت، فيبدا يجيب لي مكان الدايمنشن. تقدر تلغيه لو انت مش عايز الدايمنشن دوت. فبيفيدني ان انا لو في حاجه موجوده وانا مش لاقيها بسرعه الاقيها، في مثلا ليزر سكان، في فلوس ضائع منك، في ارضيه، في حيطه، يعني لو كتبت وول وفي وول في المشروع، ما فيش وول في المشروع، اي حاجه انت موجوده تقدر تعمل عليها سكان هنا، وهو بيدور في كل المعلومات اللي موجوده في قلب المشروع.